بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 17 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح، حياكم الله وبارك. هذا يسأل عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا في حالة الاحتضار ونزول الموت للإنسان، قولوا جل وعلا: كلا، أي ليس الأمر كما زعمتم من أنه لا بعث ولا حساب. كلا إذا بلغت، يعني الروح بلغت التراقية، يعني الغرغرة، إذا بلغت الروح الغرغرة بلغت التراقية. وقيل من راق، فيها تفسيران. من راق يقول بعضهم لبعض من يرقيه من الرقية، وهي القراءة عليه طلبا للشفاء، والرقية مشروعة كما هو معلوم، ينفع الله بها سبحانه وتعالى إذا شاء. فهم يقولون من يرقيها هذا المريض. وقيل معناه أن الملائكة، يقول بعضهم لبعض من راق يعني بروحه يرقى بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالروح يصعد بها، روح المؤمن تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، ثم الله جل وعلا يردها إلى الأرض ويقول: منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. وأما روح الكافر فتغلق أبواب السماء دونها وتلقى إلى الأرض، تطرح طرحا إلى الأرض إهانة لها. فالله جل وعلا لا تفتح لهم، كما قال جل وعلا: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل عن حديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. نعم، هذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب إحسان الظن بالله. الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالمؤمن يحسن الظن بالله عز وجل، خصوصا عند الموت، لأن العمل قد انتهى ولا يستطيع أن يعمل، فيحسن الظن بالله عز وجل ويقوى رجاؤه بالله. نعم، أحسن الله إليكم. ما الحكمة، يقول هذا السائل، من النهي عن سب الريح؟ لأن الريح مأمورة، لا يجوز سب الدهر ولا سب الريح ولا سب الأشياء التي هي من الله سبحانه وتعالى، لأن سبها سب لمدبرها وهو الله سبحانه وتعالى. حديث: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وأيضا في حديث آخر: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، قلب الليل والنهار. نعم. شيخ، وصف الريح بأنها سريعة أو شديدة، هل فيها شيء؟ لا، أو باردة، لا بأس بذلك، هذا وصف لها، ما هو سب لها، وإنما هو وصف لحالتها. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول: عندي عمارة مكونة من 10 شقق وأجرها كل سنة، وأسأل عن زكاة هذه الشقق. الشيخ: ليس فيها زكاة، الزكاة في أجرتها، إذا حصلت على أجرتها أو قبل أن تحصل عليها وهي دين في ذمة المستأجرين وحال الحول عليها، إنك تزكيها، تزكي الأجرة. نعم. يسأل عن الآية يا شيخ: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هؤلاء المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وكل ما نسب إلى الجاهلية فإنه مذموم، ذم الجاهلية، حمية الجاهلية، ما أشبه ذلك. ظن الجاهلية وسوء الظن بالله عز وجل. نعم. هذا
يسأل يا شيخ عن القدر ويقول حدثونا عن هذا وعن الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر واجب، ركن من أركان الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بأن ما يجري على الإنسان وفي هذا الكون وما يجري على الناس جميعا فإنه بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى وبعلمه. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. كفر بالقدر هذا كفر بالله عز وجل. نعم. هل له مراتب الشيخ صالح؟ نعم له مراتب. مراتب القدر إثباته وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا جريانه على العباد والرضا به والتسليم له. نعم. الشيخ أيضا له فقرة حول هذا الموضوع لأنه مهم، يقول: ما هو التقدير العمري والتقدير الحولي؟ التقدير العمري هذا الذي يكتب على الإنسان وهو في بطن أمه، يأتيه ملك ويؤمر بكتابة 4 كلمات: برزقه وأجله وشقيه أو سعيد، يؤمر بهذه الكلمات فيكتبها في جبهته أو في جبينه. هذا التقدير العمري. التقدير اليومي ما يجري عليه في اليوم، وهو كل ما أخذ من اللوح المحفوظ. التقدير العمري ما أخذ من اللوح المحفوظ، والتقدير الحولي ما أخذ من اللوح المحفوظ، تقدير اليومي أيضا ما أخذ من اللوح المحفوظ، كل يوم هو في شان. نعم. الشيخ يعني كيف مثلا نجيب على المخالف أو العاصي إذا احتج بالقدر؟ الشيخ: لم يجعل الله الاحتجاج بالقدر حجة، وإنما يحتج بالقدر الجبرية، لكن نؤمن بالقدر ونعمل، ما نكتفي بالإيمان بالقدر ونقول إن كان الله قدر، هذا فعل الجهمية والجبرية. نؤمن بالقدر ونعمل، لأن الله أعطانا الاختيار وأعطانا القدرة على العمل وأعطانا المهلة والمدة التي نعمل فيها، ليس لنا حجة ولا عذر في ترك العمل. نعم. أم عادل تقول بأنها مدرسة بالدوادمي وتسأل عن رواتبها في التدريس، هل عليها زكاة؟ إذا اجتمع عند شيء توفر عند شيء ففيها الزكاة، وإن انفقتها قبل تمام الحول عليها فلا زكاة فيها. نعم. بارك الله فيكم. أيضا هذا الأخ يسأل يا شيخ: ما المراد؟ يقول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا ووقف معنا ليلا أو نهارا فقد تم حجه، ما مناسبة ذلك؟ هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن المضرس رضي الله عنه، جاء حاجا وهو لا يعرف عرفات ويقول: ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ قال: من صلى صلاتنا هذه وبقي معنا حتى ننصرف وكان قبل قد أدرك عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، فمن مر بعرفة ولو مرورا وهو محرم وناويا للحج ولو لم يعرفها، إذا مر بها مرورا من بعد ظهر يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة النحر فقد أدرك الوقوف، وهذا من تيسير الله ورحمته توسعته على الأمة. نعم. هذا يسأل بعض الأحاديث عن صحتها يا شيخ، يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا حديث معروف، توبة تجب ما قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. التوبة تجب ما قبلها، ويكون الإنسان كمن لا ذنب له، وهذا من فضل الله علينا. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن أبرز موانع الإجابة، يقول: أنا أدعو كثيرا في موضوع زواج ولم يتم حتى الآن. لا تيأس، أكثر من الدعاء وألح على الله، ولا تيأس من الإجابة، ربما أن الله يؤخر الإجابة لصالحك ومنفعتك، فأنت عليك الدعاء والإجابة على الله جل وعلا وهو أعلم بمصالحك، فكل الأمر إلى الله عز وجل ولا تترك الدعاء وتقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، كما في الحديث. نعم. يقول هذا السائل فقرة أخرى: ما هو الاعتداء في الدعاء وما هي أمثلته؟ الاعتداء في الدعاء كأن تسأل الله شيئا لا يليق بك، كأن تسأل الله منازل الأنبياء والمرسلين، أو تسأل شيئا تدعو على شخص لم يظلمك وتدعو عليه، هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم. هذا يسأل يا شيخ، يقول: نحن نقول هذا قاضي وهذا مفتي، ما الفرق بينهما؟ فرق أن الإفتاء هو بيان الحكم الشرعي من غير إلزام به، وأما القضاء فهو بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به. نعم. جزاكم الله
خيرا. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عن هذا الحديث: عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. نعم، هذا الحديث ثابت أن العالم يردع الشيطان ويخصمه، وأما العابد فقد يشوش عليه الشيطان ولا يدري عن ما يجيب به هذا الشيطان الذي وسوس له. نعم، أحسن الله إليك. يقول في الآية هذه: ما المستفاد منها؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون يعني المشركين يعرفون نعمة الله بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. نعم. يقول الشيخ: إذا أول الإنسان أو القارئ الصفة على غير موضعها فما الحكم في ذلك؟ وحدثونا عن الأسماء والصفات. لا يجوز تأويل الصفة إلا بعلم. أسماء الله وصفاته لا تفسر إلا بعلم، ولا تفسر بالتخرص والظنون، بل يجلها المسلم ويحترمها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يجب على المسلم أن يحترم أسماء الله وصفاته، يحترم أسماء الله وصفاته، لا يفسرها بغير معناها الصحيح. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هذا يسأل عن أبرز كتب الإمام الصنعاني رحمه الله. أبرز كتبه سبل السلام في شرح بلوغ المرام، وكذلك كتاب العظيم المفيد تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد في العقيدة. نعم. له فقرة أخرى يسأل عن يا شيخ: المقصود بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهذا أقر به المشركون، لم يجحده إلا قليل من الناس الملاحدة. وأما الناس كلهم مقرون بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هم مقرون بتوحيد الربوبية. حتى المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنه لا يكفي، لا بد من توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم. أخيرا يقول يا شيخ: متى يعذر المرء بالجهل؟ يعذر المرء بالجهل إذا كان عاش في المجاهيل من الأرض، ولم يصل إليه دعوة، ولم يصل إليه قرآن ولا سنة، فهو يعذر بالجهل. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في أسئلتهم واستفساراتهم في برنامج نور على الدرب. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة، وشكرا لفريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.